أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ووقت جديد مع برنامجكم عبر الكتاب أهلا بيك دكتور أشرف عزمي منورنا أهلا بيك بيتر وبرحب بكل الإخوة المشاهدين أيضا في كل مكان أهلا بيك أهلاً دكتور بذكر كل متابعين برنامجنا وكل متابعين حلقة اليوم إن إحنا مازلنا بدراسة مفصلة في سفر الخروج وقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع دعوة موسى وشفنا في حلقتين سابقتين كيف دعا الله موسى وكيف قاد الله موسى وشكل فيه وكانت البداية معه ازاي. النهارده هندخل في موضوع جديد في سفر الخروج وموضوع شيق جدا ومليان تفاصيل ممتعة. هو الضربات العشر ونتائج قسوة قلب فرعون وهنشوف أمور عظيمة جدا في الجزء دوت برحب بيك مره ثانيه دكتور اشرف يا بيتر و... وبرحب بكل مداخلات كل الاحباء ايضا وكل الاسئله بتاعتكم والتليفون بتاع البرنامج موجود الخاص بالبرنامج وكل ال... بكل مداخلاتكم بنرحب اهلا وسهلا بكم دكتور اشرف موضوع الضربات موضوع مليان تفاصيل كتير واسئله كتير واختلافات آه وهنشوف قد ايه في آه اختلاف في فهم الموضوع نفسه، في ناس مم. ترى انه فرعون اللي قص قلبه، في اراء بتقول انه لا العكس، الله اللي قص قلبه، في اسئله حوالين كيف يعاقب الله فرعون على على قساوة قلبه وهو المتسبب فيها، مواضيع كتيرة جدا جوه مم. الامور دي. حابب تبدأ لنا منين؟ حابب ابدأ مش من فرعون ولا آه. من الخروج آه. حابب ابدا اولا حابب اقول للاخوه اللي هم في تكساس اه ببنا... يعني علشان الهروكين اللي هناك وال... وناس كثيره خسرت بيوتها مم. او ناس كثيره تشردت من بيوتها مم. فانا نفسي الاخوه اللي بيسمعونا من تكساس يطمنونا عليهم يا ريت وكمان احنا بنصلي لكم وكمان فاتحين خطوط التليفونات النهارده مش بس الأسئلة لكن كمان للصلاه لو حد عنده اي احتياج صلاه سواء مريض او عنده ظروف صعبه او من الاخوه في تكساس احنا نحب نسمع. طب بمناسبه ان حضرتك ذكرت الحادث الاليم اللي احنا كلنا متابعينه الوقت اللي فات ممكن في دقائق بسيطه ترفع لنا تكساس وكل من فيها في صلوه امين. يا رب احنا بنشكرك لانك انت سيد كل الارض، بنشكرك لانك انت المتحكم والمتسلط على كل الامور، يا رب بنحط اولادك يا رب كل الشعب اللي موجود في ولايه تكساس بين ايدك، يا رب بنصلي من اجل تدخلك، بنشكرك لانك حتى الان يا رب لم تسمح بهلاك كثيرين، لكن يا رب ان كانت في خساره ماديه فده مقتض يعني امر مقدور عليه لكن بنشكرك لانه النفوس الكتيره اللي بتمر بالظروف دي يا يعني رب محتاجه انها تشعر قربك بقربك بوجودك معاها بنشكرك لاجل حضورك معاهم في هذه الظروف كمل يا رب انت وعوضهم عن كل رب تعب وعن كل رب خساره وكن بوجودك يا رب بحضورك معزي ومشجع وساند ليهم اسمك يا رب, رب, في رب اسم الكنيسه هو. وخليها تقوم بدورها ايضا واستر رب المحتاجين والتعبانين واعطي المؤمنين يا رب انهم يساعدوا كل من يستطيع ان يساعدوه يا رب في هذه الظروف انا بشكرك لانك اله لا حي تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر في المسيح يسوع أمين. امين امين شكرا اسيل أم نتكلم عن قساوه القلب الضربات العشر مرتبطه جدا بقساوه القلب عشان كده حتى الحلقه عنوانها نتائج قساوة القلب مش بس بنتكلم عن فرعون يعني يمكن هنتكلم النهارده عن فرعون وعن الضربات العشر لكن فعلا انه ما يزرعه الانسان يحصد. يحصد ايضا فالانسان اللي مش بيفتح قلبه لعمل الله وللطاعه ولل... آه وبيعاند آه بيقاوم الله بيقاوم الله بيكون مصيره الهلاك م. يعني آه اما الانسان اللي بيلين وبيتوب وبيرجع للرب وبيقبل خلاص المسيح فده بيبقى له حياه ابديه. عشان كده حتى في وسط الظروف دي في مصريين كتيره آه لم يهلكوا، يعني امنوا بالرب وخرجوا حتى مع شعب اسرائيل، هنشوف الموضوع ده عن معلومة لما اللي. نيجي، لكن آه. نيجي آه. الى قساوه القلب. اول حاجه آه قبل ما نتكلم عن قساوه قلب فرعون، ربنا الرب نفسه لما ظهر لموسى في العلايقه وقال له يا موسى أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا هبعتك لفرعون وأبعتك لمصر عشان تخرج شعبي من أرض مصر. ربنا إداله المعرفة اللي هو محتاج يعرفها، يعني قال له عن فرعون أكنه بيعده بيقول له أنت هتروح امتحان بس الامتحان ده صعب بس ما تخافش من الامتحان الصعب لأن أنا معاك. كويس؟ هيبقى عندك فرعون معاند فقال له ولكني ولكني أعلم أن رب، الرب, يعلم في علمه الرب يعلم كل شيء هو يعلم ما في القلوب موسى ما يعرفش الموضوع ده الرب قال له ولكني م. أعلم أن م. ملك مصر. مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية يعني لأنه عمالة ببلاش و و و وبقالهم سنين ومئات السنين بيخدموا المصريين ببلاش ومريحينهم فمش ممكن أبدا واحد يعني يعني لازم يبقى مجنون علشان يجعلهم يمضوا كويس فبيقول له ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قويه حتى اليد القويه لو انا شديت شويه ها مش هيخليكم تخرجوا لكني فامد يدي بقى هنا واضرب مصر بكل عجائبي التي اصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم مش بس انه الرب هيمد ايده دايما ما الرب يمد ايده ده بيمدها للدينونه وفي نفس الوقت بيمدها للخلاص يعني يعني في كل المرات اللي امد يدي كان فيها تدخل الهي غير عادي في احداث تاريخيه الرب صنع فيها عجبا وخلاصا و... و... لشعبه واضرب مصر بكل عجائبي الامور اللي هي لا تخطر على بالهم الامور اللي يقف قدامها سحره مصر ويقولوا لموسى اللي هارون ما هذه الا اصبع الله احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه تاني ده, ده ربنا هو اللي بيعمل كده احنا ما عندناش اي قدره عندنا ان احنا نقاوم او نكمل الطريق ده فربنا وهو منزل موسى قال له خد دي معاك كده م. عشان تبقى ايه يعني جلدك ناشف ولما يحصل الصدام بينك وبين فرعون ما مت ما انت لازم تعرف انه اللي انت تقف قدامه شخص قاسي وعنيد ويعني و... و... مش هيطلقكم بسهوله. ده دي المقدمه. اه لا آه. لفت نظري يعني في وقت في وقت مختلف او في مناسبه تانية كان الرب بيذكر انه مبارك شعب مصر. آه. فكيف يبارك ويضرب؟ كويس ده آه ده طبعا مذكورة في سفر آه هوشع مبارك شعبي آه سوري ده مبارك شعبي مصر في اشعياء آه 19 آه لكن من ابني دعوته مصر من ابني دع دعوته من مصر او ابني دعوته من مصر مصر دعوته ابني او مصر دعوته ابني موجوده في الشعب في هوشع اصحاح تسعة لكن مبارك شعبي مصر دي مرتبطه بفتره وبعوده وبقبول للمسيح وبقبول للمسيح اللي جاي في مجيئه الثاني و يعني مش مش مش, مش يعني ممكن ممكن حد ينظر ليها على انها يعني هل الله يبارك شعب او يبارك بلد وبعد كده ينقض كلمته او ينقض لا هو مبارك شعب مصر جت بعد الاحداث بعد دي الأرض. بحوالي مثلا ألف سنه اه يعني يعني, يعني ضرب يعني درب مصر أو 900 سنه فانت العبارة مبارك شعب مصر اشعياء 19 اشعياء تنبأ في القرن السابع الميلادي م. انما دي انت بتتكلم على موسى موسى الخروج تم م. سنة 1446 فأنت تتكلم على فترة لا تقل عن 850 سنة قبل مبارك شعبي مصر كويس أه يعني نفهم أنه الله غرض البركة قصده البركة شوف الله بالرغم من أنه ضرب مصر, مصر, مصر قبل كده مصر في, في, في الكتاب المقدس لها صورتين م. صورتين حلوين لا صورة حلوة وصورة وحشة عشان أقول بـ بـ الصورة الأولانية لمصر الحلوة العالم. انها انها بلد للحمايه وللانقاذ ولما كان بيحصل في مجاعه ابراهيم نزل مم. يعقوب يوسف. نزل يوسف نزل كانت كانت مصدر لل... للحمايه يعني، آه. اه يعني يعني آه، كان غزاء. لكل العالم غذاء لكل العالم فكان فيها نوع من يعني حتى نشبهها حتى بالرحم اللي مم. ممكن الانسان يقعد فيه ويتكون ويكبر وبعدين آه، يخرج لكنه الصورة الثانية هي للشعب او المقاوم الله. يعني يعني فرعون كان مقاوم لله كان مقاوم لمشيئة الله، كان مقاوم لقصد الله. يعني هنا الضربة لفرعون. لفرعون ولكل عبيده لأنه الشعوب على يعني مثال ملكها أو على عبادة ملوكها، فانت هنا فرعون متمثل كرئيس لمصر والمصريين في توجههم بنفس الفكرة اللي عند فرعون يعني فهي الضربة موجهة لفرعون وموجهة للمصريين لأنه مش بس فرعون هو المستعبد المصريين بنو اسرائيل لكن مصريين نفسهم أيضا مستعبدين بنو إسرائيل على نفس سياسته على نفس سياسته تمام كويس تمام آه لكن القساوة هنا ربنا مهد الطريق لموسى علشان يعرف وده اللي بيعمله الرب دايما معانا الرب لما بيبعتنا ارساليه مش بيبعتنا جهله كويس بيبعتنا بالمعلومات اللي تفيدنا وتخلينا مستعدين يعني الرب يسوع لما حب يرسل التلاميذ كويس اتنين اتنين اداهم كده تعليمات مم. وقال لهم ادخلوا كل قرية ادخلوها وقدموا فيها اتكلموا عن ملكوت الله وادعوا الناس لملكوت الله البيت اللي رحب بيكم ادخلوه وكلوا فيه البيت اللي يرفضكم او المدينه اللي ترفضكم ارفضوا انفضوا تراب ارجلكم مم. وقال لهم كونوا حكماء كالحياة ودعاء كالحمام وهيسلموكم وممكن وهي يضربوكم وممكن ياذوكم فالرب ادى كل المعلومات اللي محتاجها التلاميذ وهم رايحين لين؟ الارساليه مم. لما جه الرب يسوع ايضا يدي ارساليته للكنيسه قال انه يعني آآ آآ زي ما زي ما زي ما اضطهدوني هيضطهدونكم وزي ما رفضوني هيرفضونكم في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم وليس العبد ف... اعظم فالرب سيدك. الرب دايما لما بيدعينا الحاجه بيدينا المعلومات اللي تساعدنا في الدعوه الالهيه بتاعتنا مش بيبعتنا كده وخلاص لكنه بيبعتنا حتى لما قال دعا بولس قال له انا اقمتك لكي ما يعني اتمجد فيك وتكون رسول للامم يعني فهنا الرب وضح فهنا لموسى الرب وضح لموسى اللي هيحصل ايه ما خدعهوش وانت رايح لشخص شكله ايه بالظبط وطبيعته ايه وقوته شكلها ايه ولا بيد قويه يعني انت رايح لحد مش سهل خلي ف... بالك انه ده فرعون جديد غير الفرعون اللي هو كان ايام موسى لانه آه. الفرعون اللي كان ايام موسى اللي طلب يقتله مات م. كويس وده فرعون جديد يعني م. يعني عشان كده موسى راجع كويس فهو راجع لمصر أه وهم عندوش دراية هو 40 سنة في البرية ما عندوش دراية أه بشخصية هذا الفرعون بالزبط. فالرب بيجهزه وبيعده لهذا الأمر لما نيجي بقى نيجي السؤال المهم يعني سؤال مهم سؤال مهم جدا سؤال مهم آه. وسؤال يعني ناس شغلة رأيها أشهر سؤال في المنطقة دي يعني. <applause> وكل الناس ما زالت بتسأله <applause> ناس كتير يعني هل, هل فرعون قص قلبه أم أن الرب هو الذي قص قلب فرعون كويس آه وطبعا مبنيه عليها ابلكيشنز كتيره، مبنيه م. عليها تطبيقات كتيره، م. إذا كان فرعون قسى قلبه يبقى يستاهل اللي حصل له. بالظبط. لكن إذا كان الرب هو اللي قسى قلب فرعون طب فيحاسبه ليه؟ يحاسبه ليه؟, يعني ليه. آه. آه فده ده دايما النقاش هو يبان من شكلها كده بكل بساطة يعني، ان الله تدخل في قلب فرعون وقسى قلبه وخلى فل خلى فرعون قاسي القلب بسبب قصد الله إن م. هو عايز كده. أوكي. يعني ربنا اللي عايز فرعون يبقى قلبه قاسي هي تبان كده يعني انا خليني اقول النص بيقول ايه م. وهخلي النص هو اللي يقول أوكي. وبعدين نشوف اول حاجه حقيقه في كذا حقيقه بنشوفها في النص ده بالاخص من خروج أربعة الى 14 كلمة قساوة القلب سواء قص قلبه أو الرب قص قلبه لكن كلمة قص قلبه سواء الفاعل فرعون أو الفاعل آآ آآ الرب وردت العباره دي عشرين مره عشرين مره كويس مش مره واحده في خروج من اربعه الى 14 أربعة يعني لو الواحد بيقرا ال 11 اصحاح دول وهيقعد يعلم هيكتشف انه وقص قلبه وقص قلبه سواء فرعون سواء أو فرعون أو, او الرب, أو الرب. آه كويس تمام وردت عشرين مره تمام ده كده اتفقنا على كده تمام خلاص الحقيقه الثانيه بقى الصادمه إنه عشر مرات نسب الفعل إلى فرعون. وقص فرعون قلبه. بالظبط، يعني عشر مرات قال إنه فرعون قص قلبه. وقص فرعون قلبه، يبقى مين الفاعل؟ فرعون. فرعون، الفاعل هنا هو فرعون. اه. ودي ذكرت في أصحاح سبعة عدد 14 13 و14 و22 و28 18 من مره يعني، يعني الشواهد كلها موجودة قدام حضراتكم هنا، كويس؟ ليه عشر مرات؟ طب لما هو ذكر عشر مرات وده عدد كبير جدا أنه قص فرعون قلبه طب ليه بنقف دايما عند الثانية ونتجاهل right. دي؟ لأنه الثانية زيها لأنه عشر مرات أخرى mm. نسب الفعل إلى الله يعني خمسين في المية بالزبط ف يعني مر عشر مرات قال أن فرعون أسأل به وعشر مرات قال أن الله قص قلب فرعون طب نرجع برضو للسؤال المهم كويس قصود... وكان ربنا عايز يسيبها كده قساوه قلب فرعون قساوه قلب فرعون بفعل فاعل طب خليني اقول لك غير فرعون اوكي طيب خليني اقول لك الحقيقه الثانيه طيب الحقيقه الثانيه اللي بنقراها او الملاحظه الثالثه اللي بنقراها م. انه في الاول خمس ضربات اول خمس ضربات كويس دايما كان يوصف فرعون هو الذي قص قلبه مش الله اول خمس ضربات اول خمس ضربات بالترتيب يعني بعد الضربه الاولى الدم والضفادع وال والبعوض والذباب وكده بعدهم كان يذكر انه وقص وثم قص فرعون قلبه طب ثم قص فرعون قلب ايه مدلولها؟ هقول لك مدلولها مدلولي الثاني انه من ضربه السته الله قص قلب فرعون دي فرعون على فكرة يعني أول خمس ضربات قص فرعون قلبه الخمس ضربات اللي بعد كده قص الله قرب فرعون بالظبط ليه الله ساب الخمسة الأولانيين ب... وليه وليه أول ما ذكر ذكر إن فرعون هو الذي قص قلبه والتاليين هم اللي قص قلبه فيه في بعض بيشبهها بالآتي اشتغلت في, ال... في الريف قبل كده؟ أنا؟ م. لا ما رحتش صعيد رحت بس ما اشتغلتش آه، في ما اشتغلتش يعني. فلاح؟ لا تفرجت بس لما كنا الواحد يروح زمان وهو صغير كنت عند جدي في الصعيد و... وعم... وعمامي وكده فهم بي... بيستخدموا الفاس اه كويس فلما ال... ال... تيجي تمسك ايده ايده ناشفه الجلد آه. اللي هنا ده بيبقى ميت طبعا من كتر الشغل ومن كتر العمل, فالجلد طبيعة ده العمل كده. الجلد ده الجلد بي... ده اه الجلد ده بيموت كويس تلاقي الايد كده ناشفه جدا الايد عمرها ما كانت كده هي هو اول لما ماسك بدات تنشف 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 مع الوقت فقدت الاحساس اللي حصل مع فرعون كده اللي حصل مع فرعون انه فرعون في البدايه عنيد وقاسي القلب والله يعلم لأن الله في علمه يعلم كل شيء هو يقول عنه كده في مزمور 139 أنه آم يعني آم اختبرتني عرفت عرفت قلبي فالرب يعرف القلب فالرب عارف أنه قلب فرعون إيه قاسي فلما كانت بتنزل الضربة الفاز دي كانت بتعمل ايه مش بتلين القساوة اللي موجودة كانت بتقابل الضربة بمزيد من العناد والقساوة فالجلد يموت ينشف أكثر فمع الوقت صارت الضربات تقص القلب وليس تلين القلب مش واضحة مزيد من التوضيح <applause> طيب في ناس كتيرة خلينا أقول في ناس في الكنيس كتيرة بتحضر كنايس كل أسبوع بس من كتر ما هي بتسمع صار الكلام اللي بيتقال ما بيأثرش. وفي واحد يدخل الكنيسة أول مرة يسمع كلام أول مرة ويعمل إيه؟ يستجيب يستجيب. فأوقات كتيرة ال القلب القاسي مع الرفض بيتأسى أكتر. فقساوة فرعون هي أساساً في قلبه، فرعون مش أي إنسان. فرعون إنسان متكبر اتربى على الكبرياء اتربى على انه هو اله وليس بشر دي حاجة مهمة جدا اتربى على انه يأمر ولا يؤمر اتربى على انه لا يستجيب لأحد الا لشخصه اتربى على انه هو الامر الناهي في البلاد اتربى على القسوة وكان قلبه قاسي جدا وما فيش حد فوقيه في وما فيش حد فوقيه في آه. فلما يجي الرب هنا يضرب مصر بضربة اللي يعني قوة أقوى منه يعني بالظبط العند اللي جواه يعمل إيه؟ يخرج يخرج م. ومع الوقت الضربات دي صارت تقصي قلب فرعون أكتر وأكتر وليس ولا تلينه يعني نقدر نقول إن الخمس ضربات الأولى اللي هم قص فرعون فيهم قلبه هو أوريدي جاهز كان قلبه كده فيهم شوف زي ما قال الكتاب إيه؟ آه. إنه وأسلمهم الله في رومية واحد آه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت رافض 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 آسي 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 طب اوكي. هسيبك لنفسك. هسيبك بقى لنفسك. مم. فكلمة إنه وقص الله قلبه إنه تركه إلى ل ل لنفسه. هسيبك لنفسك علشان آه أتمجد فيما بعد؟ يس. Yes. وأظهر بقى عجائبي وأظهر مجدي. آه وأظهر مجدي. ده الغرض؟ ده الغرض. آه. عشان كده الغرض ده اتحط في رميه أصحاح أصحاح تسعه. يعني أولاً ال ال خلينا أقول. الاسئله دي دايما مش الغرض منها آه اللي بيسالها يعني مش الغرض منها اوقات كتاب بيبقى الغرض منها انه يعني يلوم الله او انه آه فهنا بولس الرسول بيقول ايه فاذا ليس اه في عدد 17 لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض طب انت عنيد انا بقى هستخدمك في عندك لكي ما اظهر في قوتي وينادى باسمي في كل الارض أوه. مش انا اللي خليتك عنيد مش انا السبب الشر اللي في حياتك انت انت اردت كده بالظبط مش أوه. انا السبب الشر اللي في م. حياتك فنفهم هنا انه قص الله قلب فرعون يعني تركه الى قساوه قلبه بالظبط واللي يعني. يسال السؤال ده بولس الرسول عنده اجابه امم بعدين بيقول فستقول لي لماذا يلوم بعد لان من يقاوم مشيئته طب اذا كانت مشيئته هو انه يتمجد من خلال شخص وهذا الشخص بيتقصى والرب بيقصي فلماذا يلام الانسان لانه من يقاوم مشيئه الله فبولس الرسول قال من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله العل الجبله تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا ام ليس للخراف سلطان للخزاف خراف سلطان على الطين. طب ناخذ تليفون أه وبعد كده نكمل نقطتنا. معنا تليفون من اخ جورج من كندا، اهلا وسهلا بيك. سلام الرب يسوع. سلام. أهلا يا جورج. جورج، جورج؟ تفضل. اخي اشرف واخي بيتر. اهلا بيك. موضوع شيق جدا وعلى قساوة القلب. الفكره ابتدا فيها اخي الدكتور اشرف بس بدي احاول أشرحها للأخ بيتر بالموضوع عظم القساوة أنا لا أعتقد بالتأمل الروحي إذا سألت الرب يسوع والرب الذي خلق الكون أنا بقول أنه الرب من خلال التأمل الروحي بيقول لي أنه هو لم يقسي قلب فرعون ولكن بضرب لك مثال أنت لما بدي تجي تأنب ابنك لما تأنبه دائما يكون هناك رد فعل وعناد لانه يقول لك وقس الرب قلب فرعون مش المقصد فيها انه قس فعلا القلب ولكن الفعل يرتد على عمليه العمل الذي فعله الرب بفرعون فكان هناك رده فعل فاصبحت قساوه قلب فرعون تزداد يوما على يوم واعتقد كل الضربات اللي صارت ما دخل فيها الرب في قساوه قلب فرعون لانه نحن بالحاله الطبيعيه الانسانيه اللي احنا عايشين فيها نحن دائما عناد مم. يعني مش ضربه واحده ولا كف واحد صح. ولا ضيقه واحده دائما يعني دائما نعود الى مثل ما يقول الى عمليه الارتخاء وال... آه. فلذلك يصير البعد والسقوط في حياتنا اضرب مم. لك مثال بسيط يعني يعني الانسان خاصه المسيحي التي تكون حياته كلها منعمه مثل ما يقول طول حياته مثل ايوب آه. فلذلك تشوف الشيطان سوري <applause> سوري يا اخ تفضل تفضل كمل إيه. فل... فلذلك تشوف الانسان دائما يصل الملاحظ انه لازم آه يكون يعني تصور الحياه كلها اذا كانت دائما سموت مثل ما يقول انه دائما طبيعيه و... فما قيمه الحياه يعني بطبيعتنا نحن ك... ك... كبشر اعتقد يلزم ان نكون مش انه لازم نسقط بالخطيئه لا يا يعني حاشا ولكن آه ولكن يجب علينا ان نمر في هذه الامور حتى تكون حياتنا اعتقد أن مثل ما يتنقى مثل ما قال الرب يسوع يتنقى الذهب ويصبح من التراب الى الذهب النقي اعتقد هكذا يكون الانسان وانا أخي جورج شكرا للمداخله الجميله ال انت عارف حتى في ال يعني نعرف سفر الرؤيا والضربات اللي مذكوره والابواق اللي مذكوره والجمات اللي مذكوره في سفر الرؤيا كل دي يقول الكتاب انه انه يعني النتيجه بتاعتها ما كانتش ان الناس بتلين م. كانوا كانوا بيقاوموا الله اكثر الفكره بيقولها بيقولها اخشوش بيقاوموا الله اكثر يعني آه يجدفوا على اسم الله اكثر يعني وده اللي حصل مع فرعون اول حاجه بيقول له موسى الرب بعتني لكي اقول لك ها اطلق شعبي ليعبدني بص كده من فوق لتحت قال له مين؟, <applause> مين هو الرب لا مين هو الرب ده انا الرب طبعًا طبعًا مين هو الرب انت بتكلم مين وانت كمان مين اه بالظبط يعني آه يعني مين هو الرب ده انا رب الارض طبعًا انا انا سيد الارض دي انا الرب اللي معبود الناس في هذه الارض ف فده كان الرد الفعل الطبيعي بتاع قساوه قلب فرعون في حد في ايامنا كده بيفكر بالطريقه دي اه طبعا كتير بص شوف اول حاجه الكتاب عايز يقولها لنا مهمه اوي إيه؟ ما فيش حاجة بتحصل بعيدة عن مشيئة الله يعني 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 أو أو بعيدة عن سلطان الله الله متحكم في كل الأشياء حتى في قلوب الملوك الأشرار بيستخدم شرهم لكي ما يحقق مقصده ويظهر منه. ومشيئته فحتى التصرفات اللي بنشوفها للناس الأشرار كويس آه آه الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. م. يعني وده ده الحقيقة آه آه اللي لازم نعرفها، يوم ما وقف دانيال قدام نبوخذ نصر اللي كان أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمان، اللي يقول عنه كتاب كلما شاء أحيا وكلما شاء أمات، كويس؟ قال له مش أنت المتحكم، الله هو المتحكم في مملكة الناس. م. ولن ده, ده اللي احنا عايزين نقوله لينا كمؤمنين ونقوله للاخوه المؤمنين في كل مكان انه انه اوعى تفكر انه فلان متحكم او انه فلان هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره او انه الدكتور هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره او الرئيس الفلاني هو صاحب اعرف انه صاحب الكلمه الاولى والاخيره هو شخص الرب يصوي. وده اللي بيحط جوانا طمأنينه م. بيحط جوانا طمأنينه وامان وسلام إنه مهما كنا وفي أي حتة احنا موجودين وتحت أي ظروف احنا موجودين الرب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وده اللي شفناه فعلا في النهاية بس بالزبط. بعد ما اداله فرص عشر مرات فرص وإن الله بيعاقب الشرير م. الشر لا يمكن إنه ينتصر الله كان قادر من أول لحظة من غير عشر ضربات خالص انا عارف بقى قلبك هني يعني هنعمل مسلسل ليه طويل بقى مم. وضربة اولى وضربة تانية ونطلع بعد الضربة التانية نستنى ونبعت لك في موسى وبعدين الضربة الثالثة الله عارف وبعلمه السابق قال زي ما حضرتك قلت ولكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فليه يعني ليه ضربة اولى وضربة تانية وضربة تالتة ما نخلص من البداية كويس بس بس برضو في حاجة احب اوضحها انه ربنا يعني آه مش مزيين احنا بمعنى ايه يعني مثلا انا لقيت فلان قسى قلبه لما عملت حاجه بعده افكر تبقى مفيش من دلوقتي لا لا أوص. لا, لا اعمل ايه بقى افكر مم. في الضربه الثانيه دي اضربه ازاي اعاقبه ازاي فهمت وبعدين افكر في طرق ازاي ربنا محدد الحاجات دي كلها من قبل على فكره اه طبعا يعني يعني هو 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 عارف انه في عشر ضربات لانه لازم يصل للفصح مم. مش ما ينفعش ما ينفعش ما يصلش للفصح مم. الفصح لازم موت الابكار وخروف الفصح ثم الخروج ده لازم يوصل في النهايه لفرعون لدرجه ان فرعون في الضربه التاسعه وهنشوف الكلام ده قال لموسى ايه؟ ابعد عن وجهي يوم ترى وجهي موتا تموت يعني خلاص مش موسى مش هيدخل تاني الكورت بتاع او القصر بتاع فرعون مم. وموسى قال له فليكن لن ترى وجهي ثانية وكانت وكانت بقى الضربة اللي هي اللي قسمت ظهر فرعون اللي هي الأبكار ونتكلم عنها وارتباطها بالفصح لكن فرعون كان كان قاسي القلب والله بالضربات قص قلبه بهذه الضربات أكثر وأكثر تركوا تركوا نقدر نقول سابوا الأساوة حتى حتى استخدم التعبير الكتابي مش ما عنديش مشكلة استخدمه لانه قاسي القلب فالله قص قلبه اكثر لم لم يلن يلن انت انت بترفض خلاص اوكي هسيبك لرفضك هسيبك بس الرفض اللي عندك ده هيولد جواك قساوه اكثر واكثر اضعف واكثر اه يعني يعني ده الغرض من هي. طب ايه بقى م. الغرض انه ربنا يضرب هل هل لانه البعض خلوا بالكم البعض بيحاول انه يشوه صوره الله في العهد القديم ودي غير حقيقيه ليه لانه سورة الله في العهد القديم لا تقل في محبتها عن سورته في العهد الجديد لأن الله وسورة الله في العهد الجديد لا تقل في قسوتها ودينونتها للخطاة وللخاطئ عن سورته في العهد القديم يعني يعني فالادعاء انه انه اله العهد القديم اله قاسي دموي. و... اله دموي اله بيحب انه يضرب لا ده 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 يعني الأمور مش بهذه البساطة م. يعني حاشا للرب أن يكون كده لكنه الفهم الحقيقي لازم نفهم طبيعة الله من خلال قداسته ومن خلال عدله ومن خلال محبته الغرض بقى إيه؟ الغرض أول حاجة أنه يخرج شعبه من أرض مصر هو قال الكلام ده قال لإبراهيم في تكوين 15 أنه هيكونوا مستعبدين نسلك هيكون مستعبد في أرض غريبة 400 سنه وبعد كده انا هعمل ايه؟ هاخرجهم وهادين الامه سادين الامه أوه. التي استعبدتهم. أوه. فالخروج لن يتم ببساطه. الخلاص مش هيتم ببساطه، حتى خلصنا احنا في المسيح يسوع لم يتم ببساطه، احتاج ان ياتي الكلمه يتجسد يعيش بيننا ها؟ يتالم يموت ويعني يعني فالخلاص محتاج عمل تدخل الهي في العهد القديم الخلاص تدخ... تضمن او احتاج تدخل الله بصوره عجيبه جدا وعشان كده خرج شعب اسرائيل من ارض مصر خروج م. شعب اسرائيل من ارض مصر والرب قال مش هيطلقكم بسهوله الا لما يرى عجائبي في ارض مصر حاجه تانية ليعلموا هنا بيكلم الرب عن شعب اسرائيل ليعلموا ان الرب هو الاله ليس اخر سواه هو الاله في السماء من فوق وعلى الارض من اسفل ليس سواه واوقات كثيره طب ليه ربنا بياكد الحقيقه اللي يعلموا انه انا الله وليس سواه يعني يعني ما فيش اله في السماء تاني وما فيش اله في الارض تاني العالم القديم لما نتكلم على مصر او نتكلم على شعوب ما بين النهرين وكنعان وكده ما فيش اله واحد هي مجموعه من الالهه يعني المعروف أنه مصر مثلاً كان فيها أكثر من 500 إله في مصر في أرض مصر النيل وكان كل إله له تخصص إله الأرض غير إله السماء إله النير غير إله مثلاً الخصوبة وكان عين كده كان عين معروف أنه في الإله بتاعتهم متخصص ولو خرجت الإله برا تخصصه يفشل يعني أنت لو أنت يعني عايز عايز اولاد او عايز خصوبه في ارضك من او عايز ما ينفعش مثلا في كنعان تروح لاله الشمس لازم تروح للبعل لعاشتروت يعني الالهه المتخصصه في هذا المجال كان فخر ان عندنا طبعا الهه كتير طبعا كمان. اه انما شعب الرب الرب بيقول له اوعى تفكر زي الامم م. اوعى تفكر زي الامه، اوعى تفكر انه في اله بيتحكم في السماء وفي اله بيتحكم في الارض، هو اله واحد متحكم في السماء ومتحكم في الارض وتحت الارض وما في البحار وكل شيء، هو اله واحد ليعلموا ان الرب هو الاله ليس اخر. آه ودي حقيقه يعني واحنا النهارده كمؤمنين آه بنعرف الحقيقه دي انه لا يوجد الهه اخرى هو يوجد إله آخر واحد احنا ممكن نصنع الهه على شبهنا ممكن المال يبقى اله ممكن الشهوه تبقى اله ممكن العمل يبقى اله كل ما اعطيه مكان اول في حياتي ممكن يصير اله, إله. لكن الرب بيقول ليعلموا ان الرب هو الاله ليس ليس اخر الحاجه الثالثه بقى يا بيتر م. فيعرف المصريين اني انا الرب هنا خاص المصريين بقى بالزبط. بالتحديد بالزبط. مش كل الشعوب انا مش رايح اخد شعب وجري <applause> يعني يعني انا هدفي ايضا شعب مصر ليعلم شعب مصر اني انا الرب مش فرعون ولا ابيس ولا ازيس ولا رع ولا نوت ولا ولا ولا, ولا, ولا كل الالهه المصريه طب هل هل طبعا على عرف المصريين بعد ذلك ال ال الجميل قوي انه السحره عرفوا بعد الضربه الرابعه عند الضربه الرابعه امم السحره جم لفرعون عند بعد الضربه الثالثه قالوا له لا, لا 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 احنا مش مش قادرين كم احنا مع انه سحره مصر معروفين بسحرهم بي يعني اه الا انه جم قدام الرب لا 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 احنا كده بالضربه الثالثه كانوا انتهوا انت لسه قدامك عشر ضربات عند الضربه الثالثه كانوا سلموا. كويس؟ ليعلم المصريين اني انا رب، والرب اراد ان يعلن نفسه للمصريين. ودي حاجه جميله جدا انه ربنا اراد ان يعلن نفسه للمصريين. انه انا الله وليس اخر. اوعوا تجروا ورا فرعون وتعتقدوا ان فرعون هو الله، اوعوا تجروا وراء الهه الاوثان اللي بتعبدوها وتعتقدوا ان الاوثان هي دي الالهه بتاعتكم. الاله الحقيقي هو انا الرب ليعلم المصريون اني انا الرب وما زال الرب النهارده بيقولها لكل ناس اوعى تفكر انه محمد او الاسلام هيوديك هو الايمان الحقيقي اوعى تفكر ان انت بدون المسيح ممكن تخلص اوعى تفكر انه انت بدون دم المسيح ممكن تغفر خطاياك الطريق الوحيد الاله الوحيد هو شخص الرب يسوع احنا هنا بنشوف وجه محبه من الله لشعب مصر طبعًا. مش غضب يعني او انا جاي اقضي عليكم ما هو شوف في, في في يعني الله يريد انه انه يشد انتباه الناس يعني زي ما قال سي اس لوس مره قال انه انه الله ويسبرد يعني بيكلم كده بالراحه في ودننا بالخير بيهمس في اذننا بالخير انما الالم هو الميكروفون مم. ميجا ميكروفون مم. اللي بيسمع بيه للناس لما يلاقيني خلاص بقى بالظبط لازم يجيبني جبني بالظبط آه. فيعني في عشان كده في مصريين عرفوا الرب خلال الفتره دي مم. في مصريين عرفوا الرب وامنوا بالرب خلال الفتره مم. دي فالضربات دي كانت الغرض المهمة. منها اه نيجي بقى لايه؟ لاول ضربه آه. اول واحده كانت تحويل الماء الى دم دي اول واحده آه ومذكوره طبعا في سفر الخروج اصحاح سبعه. م. لما نيجي لل... للنيل بالنسبه للمصريين هو شريان الحياه، م. انت مصري وانا مصري عارفين م. اي نعم النهارده بقي شريان ملوث <applause> كويس آه نتيجه نتيجه شر الانسان وطمعه و... و... وبتكلم جد يعني آه. يعني نهر النيل النهارده آه طب روح كده شرب كوبايه ميه من نهر النيل واغلبيه حتى الاغاني في مصر عن النيل اغلبيه الاغاني عن النيل بيغنوا له حتى الان بالظبط يعني يعني, يعني لكن هو في الطبيعه هو فعلا هيبه مصر هيبه النيل م. زي ما قال هيروديت انه مصر هي هيبه النيل أعطي النيل اعطت مصر الحياه هو شريان الحياه فالرب جه عند ايه؟ عند شريان الحياه يعني عند شريان الحياه وداس عليه مش ده بقى الحياه بالنسبه لكم؟ بالظبط اه يعني داس على شريان الحياه طبعا البعض بيقول انه آه آه دي مش ضربات لانه بيقول لهم انا الحياه اه اه البعض بيقول لا دي مش ضربات الهيه ولا فيها معجزات دي ظواهر طبيعيه والشعب اسرائيل فسرها على انها ضربات الهيه. مالك؟ يعني مفيش فيش ميه تحولت لدم؟ لا هو الميه لونها كان احمر. الميه بس مش دم لونها احمر ممكن نتيجه الفيضان ممكن نتيجه الطمي اللي موجود فيها. كويس؟ ممكن نتيجة حاجات تانية وجدت في المية ففسرها شعب إسرائيل على أنها دم بس ممكن كده حد يكون قاعد بيسمعنا يقول أنتوا تقصدوا أنه الضربة الأولى اللي احنا قدامها اللي هي تحويل الماء إلى دم ده رمزية؟ هي مش رمزية هي حاجة حصلت حمراء أي لون أحمر ممكن يتقال عليه دم إحنا كده دخلنا في ألغاز لا أنا بكلمك بجد لأنه البعض البعض بيقول النهارده الفكر ده إنه آه هي مش مش آه معجزات إلهية على قدر ما هي ظواهر طبيعية إنه طب نهر طب إيه الظاهرة الطبيعية اللي تخلي المية تبقى لون الدم؟ آه هو ما لون الدم هو علمياً الدم أنا. ما لناش لون الدم هو قال دم هو قال دم آه. يعني دم دم حقيقي هم بيفسروها على انه لا ده دم سمك مثلا لونها احمر يعني كويس اوكي ماشي حتى لو انا خدت خليني بس اخد الاخوه اللي بيقولوا كده ده وامشي معاهم واحده واحده يا ريت ماشي هفترض انه انه كلامك صح انه نتيجه الفيضان والطمي اللي جاي آه لون الميه بقي لون احمر ففسر على انه احمر بس انت عندك اكثر من مشكله في النص نفسه كويس اول حاجه مشكلة في النص إنه السمك ده مات. إزاي عمر السمك ما بيبقى لما يكون في الطمي جاي في الفيضان ما بيموت. معايا؟ فليه مات السمك اللي في البحر؟ لو هو طمي أحمر. اه ما هو كت... النص بيقول لنا كده. آه. ومات كل السمك الذي في البحر أو في النهر. فإزاي سمك يموت لو ده طمي؟ الطمي ما بيموتش. سمك تاني حاجة لون الطمي في مصر عمره ما كان أحمر لون لون الطمي بتاع مصر لونه سم أسمر غامق مش مش عشان كده حتى لو مسكت التربة بتاعت مصر يعني أنت لو رحت مثلا ما أنت قلت لي بتروح الصعيد لو رحت الصعيد وطلعت شوية انا كنت بروح سايح كده بس بتروح سايح لو <applause> لو خدت الطمي بتلاقيه لونه رمادي غامق مم. يعني مثلا لو لو هنا رحت تلاقي مثلا لونه يميل الى الاصفر في مم. في يعني في ايوه لو رحت مكان تاني مثلا ممكن تلاقي الطمي لونه يميل للاحمر انما بتاع مصر معروف انه رمادي غامق يميل للاسود ف... هو هو بس يعني انا مستغرب اللي بيقلل من انها مش معجزه الهيه هو الله مش قادر انه يعملها يعني ما. احنا بنتكلم على شخص يقدر يعمل اي حاجه ولا ما يقدرش يقدر, يقدر. آه. طب ايه انا, إيه أنا بس بقول لك ليه بستبعد اللي برد بي... بس آه بردا على اللي بيقول انها مش آه نتيجه آه لانه لانه, لأنه في اتجاه تجاه... اتجاه عقلاني بيقول انه كل ما يتعارض مع العقل آه آه نطلعه بره الايمان المسيحي فبالتالي هو هو بيحاول يجنب الله احنا أو بنتكلم يطلع على الله. شخص قادر على كل شيء اه فيقدر فعلا. يعمل كل شيء، ناخذ الاخ زيتوني آه... من تونس، اهلا بيك اخ زيتوني تفضل. وبيك على السلامة دكتور عزمي. اهلا اهلا وسهلا زيتوني. وبزمالك وزمالك مرحبا بزميلك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا أيوة. بيك تفضل. بالله اتركني اتكلم قبل ثلاث دقائق بالله يا دكتور عزمي في الحلقة اللي فارته آه تتكلم عندما انا جاوبت على الحلقة اللي قبل الماضية. التي دخلت فيها الاخت فريال وقالت اين اين يوجد الاساءه في الكتاب المقدس؟ انا عندما اكتشف من الكتاب المقدس لا تتكلم عن الاسلام ليس الموضوع اسلامي عندما نتكلم عن الاسلام ساجيبك عن الاسلام تقول باني كما أت... ان محمد قتل فان لا لا ليس هذا الفكر انا اتكلم عندما طلبت هناك آيات في الكتاب المقدس تسيء إلى الأنبياء فأتيت بهذه الآية كما أن تسيء طيب أخ زيتوني أخ زيتوني. زيتوني طيب أوكي أوكي أنا أسمعك أنا أسمع. واحدة واحدة بس عشان نفهم بتقول إيه بالراحة أتكلم بالراحة علشان أقدر أتابع اللي حضرتك بتقوله يعني خلي الصوت واضح بس يعني سرعة الكلام تبقى شوية أقل أنا أنا قلت أجيب على ما أوردته وما قلته بأن الكتاب المقدس قد أساء إلى الأنبياء آه. هذا ما أقلته واستشهد من الكتاب المقدس ببعض الآيات منها الذي آه احتفظ حسب فطلب الرب بأن نقتل هذا الشخص عندما نقول بأن يسوع المسيح أحب اعدائكم باركوا في أو يقول عندما قال كنت يستغفر لمرة فقالوا فقال له لا أقول سبعة بل سبعين مرة أي يعني أنه يغفر كثير فقلت لماذا لم يغفر هذا يحتفظ وأنت يجب أن دكتور وأنا ده ده أسمع الإجابة ولكن الآن تأتي وتتكلم ليس الإسلام ليس محمد. وليس محمد ان ليس يسوع ليس أنت تعتقد بأن يسوع إله هذا اعتقادك ونحن نحترم اعتقادك إيه أوكي. يا أخي ممكن ممكن السؤال؟ يا أخ زيتوني ممكن تقول السؤال ممكن تقول السؤال؟ إيه السؤال؟ إيه السؤال بالتحديد يا أخ زيتوني؟ السؤال عندما عن أتكلم عن المسيحية أكتسب من الكتاب المقدس وأنا أتكلم بعنوان البرنامج عنوان البرنامج عبر الكتاب ليس ليس إنسانيا آه 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 أطق من الاسلام عندما تدخل في موضوع الاسلام ساتكلم معك طيب. انا اتكلم بينما أنا, انا اقرا الكتاب المقدس واريد ان اوضح ما في الكتاب المقدس وانت دكتور دكتور عزمي وانا لا اوكي انا استشهد عندما استشهد بان الكتاب المحرر الكتاب المقدس محرر لما استشهد من القران أنا استشهد من الكتاب المقر... عندما استشهد أن السوره لم يقتل، ب... لم استشهد، وأنا قتلت حتلو... من هذا، أنا لا أتكلم من القول أنا آه... قد استشهدت وأنت لم تجيب الدكتور عزمي، عندما قال الذي كان في سبيل هي... يتكلم عن السوره، يسوع... وطلب وك... بالتبرعات والدموع وطلب أن يخلص من الموت ولم تجيب الدكتور عزمي، لم تجيب على هذه الأسئله. لا أوكي، أخ الزيتوني، أخ الزيتوني، انا كل سؤال انت طرحته جاوبتك عليه المشكلة مش في الاجابة المشكلة ان انت مش عايز تقبل الاجابة هي دي النقطة يعني ما سؤال من اللي انت طرحته حتى المرة اللي فاتت قلت ازاي ان ربنا لم يش... يظهر رحمة للانسان اللي راح احتطب حطب وامر موسى بانه يرجم فانا وكن وكان الهدف بتاع سؤالك طب اذا كان يسوع هو الله زي ما انتوا بتقولوا فأهو يبقى الله بتاعكم قاتل فما تقولوش بس إنه محا... يعني ديننا إحنا دين اه اه يعني قتل اه 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 لكن كمان الله عندكم اه يسوع نفسه قتل اه وقلت لك إنه فرق كبير ما بين يسوع وما بين رسول الإسلام فأنا من اللي أنت أنا بستشف اللي أنت عايز توصل له إيه؟ أنت بتسأل سؤال لأنه عندك غرض ورا السؤال ده عايز تقول ما تقولوش انه محمد قتل المسيح ايضا قتل واذا كان المسيح هو الله وامر الله موسى انه هذا الانسان يرجم فيبقى المسيح قاتل وقلت لك انه فرق كبير ما بين الاثنين فانا حاولت ان انا اجاوب على سؤالك اللي انت طرحته لسه معايا اخ زيتوني هتسمعني. انا اسمعك لقد قطعنا قال لقد قال بالله نتكلم عن سيد محمد أين قتل محمد أين أيه أيه ده... من القرآن يقول أن محمد انا أين أيه طيب مش عندنا النهاردة <applause> خلينا خلينا أوكي أنا أنا هأخذ منك سؤال لو مرتبط بموضوع النهاردة إيه رأيك في موضوع قساوة قلب فرعون؟ والله أنا ما 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 على البرنامج انا داود دخل في المنزل طيب انت انت مش عندك برضو اي ملاحظه على انه فرعون كان قاسي القلب؟ نعم كان قاسي القلب وهذا ما قاله القران انه كان قاسي القلب نعم و وانه يعني الضربات اللي رب اللي الله ضرب بها ارض مصر دي كان نعم قال القران تقرا هذا وتكلم القران على هذا نعم فانت نعم. يعني انت تتفق معنا في النقطه دي نعم نعم طيب واحنا من قال إحنا إحنا بنشكرك يا أخ زيتون وبنعممك للبرنامج بتاعنا وصدقني أنا ببقى سعيد بمداخلتك. يعني بس لو تدخل بالراحة وهادي ونتناقش في الموضوع الحلقة أبقى سعيد كل مرة بمداخلة حضرتك. فال اللي بعد كده إنه إنه طبعاً زي ما قلت لك انه ده كلام بيتقال مم. كويس فالكلام اللي بيتقال انه 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 يشيل الله من السوره هو انت بتفق... لانه الفكره الاساسيه لك كل ما كان قضيبا آه الانسان ما يعرفش يفسره كان ينسبه لله فهو مش عارف يفسر ليه الميه بقت حمراء فنسبها ما هي اسمها معجزه لله كويس لكن هي معجزه هي تدخل ليه هي مم. تدخل اله ان ما حدث بكل المقاييس هو معجزه الهيه وليست ظاهره طبيعية م. حاجة تانية المصريين كانوا يطلقون على نهر النيل الاله حابي وكأن لكي يعرف المصريين اني انا الله مش بس المصريين م. كمان يعرف المصريين انه لا يوجد إله اخر في مصر إلا اني انا الرب فهنا كانت معظم الضربات موجهة مش بس المصريين لكن كمان موجهة الايمان المصريين م. انت بتؤمن بده طيب اهو خليه بقى ايه يحميك بعد النيل اهو تحول الى دم مش قادر تشرب منه سبعة ايام مم. وكل سمك اللي فيه مات الرب عايز يقول لهم في قوه فين بقى اله اله يعني النيلة. عايز يقول لهم في قوه آه مخفيه انتم مش شايفينها اقوى من الاله اللي انتم بتعبدوه واقوى من النيل اللي انتم بتعبدوه واقوى من كل ده فدي محبه برضه من الله طبعا انه طبعاً. بيعلن وبيعلن عن نفسه من خلالها طيب مش يعني معلش هناخد آه طبعاً طبعاً. كمان اه طبعا طيب آه اهلا وسهلا اختي فريال تفضلي الو اهلا بيك آه الاخ دكتور اشرف سلام ونعمه المسيح معك مع الاخ بيتر اهلا وسهلا أهلا بيكي. آه اخ دكتور اشرف انا اشكر الرب حقيقه عليك واشكرك على المواضيع اللي تقدمها في برنامج عبر الكتاب ومدرسه الحياه وانا اتابعها دائما اللي أتعلم منها الكثير الرب يباركك ويتمجد في, في خدمتك ربنا يباركك وفقط عندي رد بسيط على الأخ زيتوني اللي دعا علي في الأسبوع الماضي وقال أنني شتمته يا أخ زيتوني أنا أحبك وأصلي من أجلك ومن أجل خلاصك أمين. لأنك أنت أخي في الإنسانية وأنا لم أشتمك أبدا أبدا لأن ربي وسيدي وتاج راسي المسيح له كل المشعر علمني وقال لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم وفي مزمور 141 عدد ثلاثة يقول الوحي الإلهي اجعل يا رب حارسا لفمي احفظ باب شفتي أيوة. وأنا دائما صلاة أصلي هذا المزمور فأرجوك لا تستخدم التقية والرب يباركك وانتم شكرا من أحد يفاجئكم بالإسلام ترجعون تتخيلون انه احنا نسبكم ونشتاتينكم لا نحن نحبكم ونصلي من اجلكم أمين. ومن من اجل خلاص شكرا من اجل رسالتك والرب والحمد. شكرا, والرب شكرا دكتور اشرف والرب يبارك شكرا من اجل رسالتك اشكرك جدا شكرا ليكي شكرا آه نرجع لي الضربه الثانيه الضربه الثانيه كانت الضفادع 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 آه بعد سبعة ايام بعد سبعة ايام موسى فرعون ندى موسى وقال له تعالى صلي لاجلي ان الرب يرفع الضربه دي فالمهم صلى لاجله وترفعت الدم الميه تحولت الى ميه عادي لكنه قص قلبه. لما قص قلبه وابى ان يطلق الشعب مد موسى يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت الارض. طب يا ترى الضفادع عليها لغط برضو ولا؟ الضفادع اه بيقولك ما بيقول لك الميه الحمراء دي الضفادع ما عرفتش تعيش في الميه فطلعت بره. يعني آه. فكل آه. الضفادع اللي كانت موجوده في انا ما عنديش مشكله ان انت ما عنديش مشكله ان انت تجد سبب طبيعي للمعجزه. بس في النهايه حتى السبب دون اللي وراها مين؟ لازم تقول ان اللي وراه الرب. بالظبط يعني 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 لانه هنا بيقول انه الرب هو اللي عمل ده مش بس يعني لا ده حتى تتابع الاحداث وخرجت امتى الضفادع؟ ما خرجت في الوقت اللي موسى قال ليها تخرج انه الرب يمد ايده على ارض مصر. يعني كان كل واحده ليها توقيتها اللي هو معين من عند الرب. وما كانتش بتطلع كده نتائج طبيعيه ورا بعض، لا م. ده كان في توقيت موسى بيمد ايده يحصل حدث الرب يقول له مد ايدك فيحصل الحدث. ف... فطلب طبعا فرعون من موسى وهارون انه يصلوا لاجله ليرفع الضفادع عنه وعن شعبه فيطلق الشعب. لو طيب انت جبت موسى وهارون وقلت لهم صلوا لي صلوا لي صلوا لي ان يرف... الرب الضفادع على فكره كانت يعني مزعجه. فتخيل ان انت دخلت تنام بعد يوم طويل وتلاقي السرير مليان ضفادع. او ان انت بتحط رجلك جوه الصندل وتلاقي فيه ضفادع. او ان انت تيجي تلبس الجلابيه وتلاقي الجلابيه كلها مليانه متعلق فيها ضفاض او ان انت تفتح الطبق اللي بتاكل منه حته الجبنه وتلاقي فيه ضفدعين ثلاث طبعا التشاينيز وغيره ده ده كله ده صار كانوا كلوهم لكن <applause> كانوا تاجروا فيها الفكره <applause> <applause> انه ده بالنسبه للمصريين ما كانش كده فكانت بالنسبه لهم شيء مقلق لا عارفين يناموا ولا ياكلوا ولا يقعدوا ولا ولا يعملوا اي حاجه بس انا مستغرب على حاجه يعني فرعون هنا طلب من من موسى وهارون صلوا لي طب انت مؤمن بيهم ما هو عارف احنا ممكن الانسان يلتجئ يعمل حاجه زي كده عشان في ضيق عليه يعني انت مؤمن بقدرتهم وعارف ان هم فعلا رجال الله وعارف ان هم بيتبعوا اله اقوى منك واقوى من كل اللي انت بتتحدى بيه ربنا بدا يشوف ده بدا يعني يشوف. في المره الاولى ما شوف ما آه. يشوف ده. آه. بدا يشوف ده اه فصلوا لاجلي صلينا لاجلك ورب رفع م. فقص قلبه لا يعني انت انت بقى يا ده مش <applause> بس هو كمان بيرجع في كلامه آه. يعني هو قال صلوا فاطلقكم م. او اول لما جه الفرج اول ما الفرج جه يعني زي مثلا حتى احنا اوقات كتير للاسف كمان نخش في زنقه نخش في زنقه يا رب من فضلك ولو ولو خرجتني من الضيق ده يا رب انا هعبدك انا هبقى اعيش بامان وانا يا رب هترك الشر اللي انا عايش فيه ومجرد ان انت تخرج من الضيقه ارجع وكانك ان مفيش حاجه حصلت ترجع ريما بالظبط طب يعني ناخد مكالمة معانا مين؟ اهلا وسهلا بيك دكتور صالح تفضل من بغداد اهلا ومرحبا بحضرتك ضيفك الكريم مرحبا يا علي مرحبا اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك الله يسلمك احب 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 عندي مداخله مع ضيفك الكريم اذا امكن طبعاً. تفضل بس وقتنا الباقي للاسف قليل جدا فممكن في عجاله شديده تقول لنا سؤالك تفضل ممكن 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 بعجاله شديده تفضل انا شاكر فضلك تحياتي إليك والى ضيفك الكريم اهلا بك ارجو ان يكون البرنامج شويه الوقت مالته ما ضيق ان نتسع صدر حضراتكم الى سماع مداخلتي. تفضل. أنا تابعت حلقتين عفوا ارجو المعذره. احنا سامعين حضرتك كويس تفضل. ممكن تسمعنا جديد. تابعت حلقتين تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون؟ من التليفون نعم آه نعم نعم, ايه. نعم. نعم. ايه. اسمعك من خلال التليفون. انا تابعت الى ضيفك الكريم حلقتين حول العنف بالعهد القديم وكان مقدم البرنامج الاستاذ الفاضل الاخ رشيد. ايوه. وكانت اجابات الضيف لم تكن مقنعه الى درجه انه اني فكرت بقراءه التاريخ العهد القديم والجديد مع مقارنته بالتاريخ الاسلامي. ارجو يكون صوتي واضح؟ آه،, اه واضح تفضل. الو؟ ايوه احنا سامعين حضرتك آه. كويس. لم تكن الاجابه مقنعه، لم تكن الاجابه الضيف الكريم اللي حضرته قاعد قدامي لم تكن مقنعه. لأنه العنف اللي حدث بالعهد القديم من قتل الكنعانيين واللي قام به يشوى واللي قام به باقي أنبياء بني إسرائيل على حسب التعبير الإسلامي أنا أتكلم مع حضرتك م. هذا العنف كان مبالغ به وإن كان في منطقة زمنية محدودة وفي رقعة جغرافية محدودة لكن العنف كان شديد أكثر مما أجد يسوع المسيح ونشر السلام م. الإله الواحد اللي كان عنيف بالعهد القديم أصبح مسالم بالعهد الجديد لما أباد الكنعانيين هم ونساءهم وحيواناتهم وبهائهم أوكي. طيب بس. عند حضرتك سؤال وقام تاني وقام بالعديد من من القتل وصل سؤال حضرتك نعم. في سؤال تاني عند حضرتك أو استفسار ثاني في أي اتجاه لا لا هو هذا السؤال عاد. لكنه عندي مداخلات بالحلقات المقبلة إن شاء الله طيب أهلا وسهلا بك الدكتور صالح مش كده دكتور صالح من بغداد آه آه دكتور صالح انا قدامي يمكن اقل من دقيقة. أقل من دقيقه, دقيقة. كويس وانا حابب اجاوب على سؤالك ده بمزيد من الاستفاضه يا ريت عشان ما نظلمش السؤال برضو ممكن اوعد حضرتك انه الحلقه اللي جايه واحنا بنكمل مع بعض الضربات العشر انا هاخد وقت من ال سفر الخروج البرنامج وهقدم اجابه على سؤال حضرتك تابعنا تابعنا الحلقه, الحلقة الجاي. اللي جايه و... نتمنى كمان إنك تدخل تداخلنا الحلقة اللي جاية و... ونتناقش مع بعض في الموضوع ده أوكي دا. بشكرك يا دكتور أشرف ببنك. الوقت خلص بسرعة هنكمل الوقت اللي جاي سرعة. أكيد بقية الضربات العشر بشكركم متابعينا الكرام في كل مكان إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة من برنامجكم عبر الكتاب لكم مني كل الشكر أمين.